مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. البداية من السينما، السينما في السعودية دور العرض تقترب واللوائح أصبحت جاهزة تقريبا، الأمور التنظيمية تسير نحو التنفيذ، والمحبون لهذا الفن يترقبون اللحظة الأولى التي يقصون فيها تذكرة الدخول إلى قاعة السينما. للحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن إصدار اللائحة اللي شاهدناها خلال الأيام الماضية، يسعدني أن يلتحق بي عبر الهاتف المشرف العام على قطاع السينما في السعودية بدر الزهراني. أستاذ بدر حياك الله في أهلا. الله يحييك، مساكم الله بالخير إن شاء الله. مساك الله بالنور، نبارك لكم أولا هذه الخطوة وهذا الإجراء، وليتك تحطنا في الصورة وتقولنا عن أبرز مضامين اللائحة. الله يعطيك العافية. طبعا اللائحة تتكلم عن ثلاث أنواع من التراخيص، اللي هو الترخيص الأول هو إنشاء دار السينما، والترخيص هذا يكون موجه لأصحاب المواقع بحيث أنهم يضمنون مواقعهم كمواقع ملائمة لتشغيل السينما. النوع الثاني من التراخيص اللي هو مزاولة نشاط تشغيل دار السينما، والنوع الثالث اللي هو تشغيل دار السينما بأنواعها الثلاثة، اللي هي دار السينما الثابتة ودار السينما المؤقتة ودار السينما الاحتياج المتخصص. طيب تسمح لي نفرق بس للناس بين الثلاث أنواع؟ طيب دار السينما الثابتة هي السينما الاعتيادية اللي تعودنا نشوفها، تكون داخل مجمع تجاري أو في مكان مستقل. طبعا دار السينما المؤقتة اللي تكون مصاحبة إلى حدث أو فعالية، أو تسمى يعني في الدول الأخرى يعني كالبوب أب سينما. ودار السينما الاحتياج المتخصص هذا يعني أو تصنيف يعني حاولنا نضيفه على أساس يفيد اللي هي السينمات اللي تحاول أنها تعرض محتوى علمي أو ثقافي أو هادف أو غير ربحي، يكون معظمه يعني متسق مع مثلا خلنا نقول الجمعيات الخيرية أو الجمعيات غير ربحية. طيب أستاذ بدر، لما نتكلم في اللائحة الأولى عن إنشاء دور السينما، هذا يعني أن الدور إلى الآن لم تنشأ وما في أعمال إنشاء إلى الآن مثل ما نسمع في بعض المولات والمحلات؟ طبعا الآن يعني قبل أن نطلع اللائحة يعني كل واحد ينشئ نسميها على مسؤولية الخاصة. لكن خلال الفترة اللي راحت عملنا عمل يعني جبار مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أساس نخلص اللي هي نسميها لائحة الاشتراطات الفنية والبيئية اللي هي دور السينما الملحقة المجمعات التجارية والمستقلة. لكن اللي بنشوفه أنه ممكن يكون في يعني مواقع كانت أصلا عبارة عن مسارح أو شيء زي كذا، وممكن تحول إلى السينما بعد يعني استيفاءها للاشتراطات هذه. إيه لكن إلى الآن ما في شيء بني إلى الآن. لا نعلم صراحة. وطبعا الآن أعلننا اللائحة، ويوم الأحد يعني إن شاء الله راح نشوف مين يقدم علينا، ويعني بتصير المعلومات موجودة على موقع الهيئة. جميل جدا. أستاذ بدر، يعني السؤال اللي كثيرين يسألونه وأتمنى أنه يتسع صدرك وتجيب إذا كان في إجابة حاضرة، متى سيبدأ الناس يقصون تذكرة ويدخلون يتابعون فيلم؟ متى نتوقع؟ طبعا الجاهزية هذه هي جاهزية المستثمرين، وإحنا يعني في الهيئة جاهزين لتلقي الطلبات. واللائحة حددت من يعني تنطبق عليها الشروط وجميع المتطلبات، فهي جاهزية المستثمرين. احنا من ناحيتنا في الهيئة جاهزين يعني لتشغيل القطاع، وان شاء الله يعني نرى يعني اقبال على القطاع هذا. انتم مخططين لوقت تقريبي، ولو تقريبي شهر شهرين ثلاثة؟ ما ندري، احنا يعني انا ما اقدر اعطيك وقت لانه احنا في الهيئة يعني اختصاصنا التنظيم والمتابعة ويعني فما عندنا اللي هو اختصاص يعني على قولتهم انك تسوي سينما او تبني سينما. طيب الان بعد الترخيص، انا اشكر صراحتك. الان الان بعد الترخيص هذا اللي تكلمت عنه واللوائح، لو احد تقدم وبنى الدار بسرعة يعني في حدود شهر شهرين خلاص يبدأ يمارس، ولا لسه في لوائح جديدة بتصدر؟ لا لا لا، احنا الآن جاهزين. يعني احنا الآن اشتغلنا طبعا خلال الفترة اللي راحت مع تقريبا لا يقل عن 7 أو 8 جهات حكومية فقط لتسيير الأعمال وللتنسيق ولوضع عملية حوكمة بين جميع الجهات، لأنه ما نبغى يطلع أي يعني مشاكل مستقبلية من ناحية أنه ضعف التنسيق بين الجهات.
فكانت عندنا أهم لائحة اللي هي لائحة الاشتراطات الفنية والبيئية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والإخوان كانوا جدا مشكورين صراحة يعني على دعمهم وتسهيلهم للعمل. جميل. كثير من الناس أيضا يتساءل على فكرة وأنواع وطريقة عرض الأفلام، في شيء معين ممكن تبوح لنا فيه في هلا الرقابة على الأفلام، أنواع الأفلام اللي بتعرض، الفكرة هذه؟ طبعا الفسح، أول شيء الفسح هذا عمل تقوم فيه الهيئة من يعني منذ أنشئت، أي. فهذا شيء ما هو جديد علينا، لكن الآن اللي طرح أو يعني على أساس يتسق مع المعايير العالمية اللي هو شيء اسمه التصنيف السعودي للمحتوى المرئي الأفلام. وطبعا هذا التصنيف يعني درس خلال الثلاث شهور اللي راحت، أيوة. يعني أثناء ما احنا قاعدين نعمل اللوائح والتصنيفات والمقارنات، وطبعا الآن هي تتسق يعني مع أفضل ممارسات دول الخليج لحكم قرب الثقافة ورغبة الهيئة تقديم تجربة ترفيهية فريدة من نوعها. طبعا هي يعني راح تراعي السياسات الإعلامية في المملكة، وعندنا طبعا شغلة جدا يعني جدا فخورين فيها، أننا قاعدين نحاول نريد أن نحفز المحتوى المحلي ببرامج راح نطلقها قريبا إن شاء الله وبنعلن عنها يعني. المحتوى المحلي بحيث أنه تكون في سينما سعودية. خلنا نسميها المحتوى المحلي يكون داخل في السينما وليست سينما سعودية حكرا على مثلا الأعمال المنتجة بالسعودية، لكن العمل المحلي له مكانة في دور السينما وفي دور العرض. طيب لما تقول لي انه حتكون مثلا لوائح او الطريقه قريبه مما يقدم في الخليج، يعني مستوى الرقابه على الافلام بيكون بالضبط مثل اللي الافلام اللي تشاهد في دور السينما في الامارات وفي البحرين وغيرها؟ طبعا لا، يعني في كلمه بالضبط طبعا، يعني احنا طبعا قبل كل شيء لازم ان احنا نشتغل تحت المظله السياسات الاعلاميه في المملكه. يعني بالضبط اتوقع انها بالضبط، لكن ما عندي صراحة يعني إجابة حالية على السؤال. متى نتوقع الإجابة؟ لا، الإجابة إن شاء الله بإذن الله يعني راح تكون يعني تبين لكم إن شاء الله على موقع الهيئة إن شاء الله، يعني معلومات كثيرة عن كيفية اللي هو مراقبة المحتوى، فراح تبين إن شاء الله يعني راح تبين. طيب. وراح تنشر كل شيء. الجميع يتحدث عن الأثر الاقتصادي الكبير، أرقام بالمليارات تعرض في الصحف في كل مكان. صحيح. من خلال قربكم من الموضوع، كم الأثر أو الناتج الاقتصادي المتوقع من فكرة دخول السينما للسعودية؟ طبعا هو الناتج الاقتصادي، أنا خليني أحلل لك إياه يعني. طبعا الناتج الاقتصادي يعني راح يتكون من عدة يعني عدة أذرع. طبعا الذراع الأول اللي هو السينما تحديدا كعمل السينما، وفي عمل اللي هي الأنشطة القريبة او انها المتصله في نفس دور السينما اللي هي الاطعمه والمشروبات. وطبعا نفس السينما راح تحيي الاماكن اللي حولها اذا كانت مثلا موجوده في مجمع تجاري او مستقله، فراح يعني يصير احياء للمناطق اللي تكون متصله فيها. والشيء الاخير اللي نطالع فيه اللي هو سلسله القيمه والفاليو تشين للانتاج، لعمليه الانتاج، لان في شركات توزيع كثيره راح تدخل للسعوديه، في ممكن اشياء اخرى وشركات إنتاج راح تنتعش إذا لقت لها مكان تعرض الأعمال حقتها فيها. فالأثر الاقتصادي بيكون جم. إحنا طبعا يعني للدراسات في أفضل الحالات، وحاجة جدا يعني يسمونها يعني best case، ممكن تكون 8 مليار تقريبا في 2020 اللي هو مساهمة الناتج المحلي التراكمي، 8 مليار و89 مليار في 2030. 89 مليار في 2030. أعتقد، وصحح لي أستاذ بدر، أنه هذا يعتبر رقم متقدم جدا حتى على مستوى السينما في العالم إجمالا. لا، لأنه 89 مليار ولا يعتبر هو هذا المتوسط؟ 89 مليار ريال وليس 89 مليار. أوكي. طيب واضح. يعني أنا أحب دقتك في هالأمور. السينما السعودية أو المحتوى المحلي خلينا نقول، في دعم خاص سيكون للراغبين في هذا الموضوع من مخرجين، من فنانين، من مهتمين سعوديين؟ طبعا في برامج راح تطلق من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مرتبطة ببرامج التحول الوطني اللي هي راح يعني تساعد في إنعاش القطاع، وهذه راح تكون مفاجأة الكثير من المهتمين والمتخصصين والمهنيين في مجال الإعلام. وهذا وحدة. الشيء الثاني طبعا زملائنا في الهيئة العامة للثقافة يعني سوف يطلقون يعني برامج أخرى راح تساعد يعني الفيلم السعودي.
يا سلام، جميل. طيب استثمارا لهذه الصراحة أستاذ بدر اللي أشكرك عليها، وأتمنى أنك يوم من الأيام تكون ضيفنا في الاستديو. بإذن الله إن شاء الله. في نقطتين، الأولى إحنا الحين في الشهر الثالث من 2018، تتوقع نشوف دار السينما قبل نهاية 2018؟ هذه إن شاء الله، يعني إحنا عملنا جاهزين لنسير الأعمال ونتكلم مع المستثمرين. في كثير مستثمرين يعني أعلنوا رغبتهم توقيع اتفاقيات مع شركاء يعني خارج المملكة، ونتوقع أنهم راح يتحركون بسرعة وراح تشوفونها إن شاء الله قبل نهاية 2018 بإذن الله. لكن ما في اتفاقات مع مثلا أي شركات عالمية مثل الأخبار اللي جالسة تطلع؟ طبعا أخبار هذه يعني هذه بين المستثمر وبين الشركة العالمية. ليست بين الهيئة والشركة. لا، ليست بين الهيئة والهيئة، فقط عملت على اللوائح وتنتظر يعني الشركات أو المهتمين أو المتخصصين في المجال فيما يتوافق مع الشروط الموجودة في اللائحة، واللائحة موجودة على موقع الهيئة. طيب نظام الرقابة الموجود اليوم في وزارة الثقافة والإعلام على الأفلام اللي تطلع يعني على شاشة التلفزيون السعودي وغيرها، هو نفس النظام اللي حيتبع في السينما، ولا أنتم حتصدروا نظام مختلف للرقابة؟ طبعا هو يعني هو لازم يكون في شيء اسمه تصنيف للافلام نفسها، تصنيف يعني إيه؟ هذا التصنيف السعودي هذا اللي عملنا عليه جاهدين، فما نتوقع انه راح يكون بالضبط، لكن انه راح يكون شيء فعلا يعني مقارب له، وبنفس الوقت تحت يعني مظله السياسات الموجوده، السياسات الاعلاميه في المملكه. سيعلن، بتعلنون للناس اللي هو يعلن للناس، واصلا راح يكون قبل مثلا الفيلم انه هل هذا الفيلم ايش اللي هو التصنيف حقه، فما يعني مثل ما تشوفونه يعني في دول العالم الاخرى. طيب في شيء جديد قبل ما اقفل معك استاذ بدر، ممكن تعلنوا لنا يخص قطاع السينما لم يعلن او لم يفصح عن الاعلام الى الان، الخطوات التنظيميه، قرب الموعد، طريقه عرض الافلام، محتواها، الشركات، اي شيء؟ ابدا، الله يسلمك، لانه كل شيء صراحه يعني موجود في اللائحه، يعني اقدر اعلن عنه. جميل. وما في اي شيء، وان شاء الله يعني بنواسيكم باخبار ان شاء الله في المستقبل. بإذن الله. أنا أشكر لك وقتك وتلبيتك لدعوة البرنامج. الله يعطيك العافية. شكرا. شكرا لك. هذا كان صوت الأستاذ بدر الزهراني المشرف العام على قطاع السينما في السعودية، وكان في كثير من الإشارات الواضحة جدا. أولا أنه إن شاء الله راح يعني تكون السينما كما يقول في حديثه يعني مع عام 2018، لن ينتهي هذا العام دون أن يكون الأمر منتهي، التراخيص أصبحت جاهزة، اللوائح معدة، في انتظار المستثمرين فقط، وسيبدأ عرض الأفلام السينمائية في السعودية. أتمنى أن نكون يعني وفينا بأكثر من جانب في هذا الموضوع، وبنبقى متابعين لهذه الحكاية مع كل جديد تصدر الهيئة في هذا الخصوص. بعد الفاصل مكملين معكم في أهل الهيئة.